بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تتقبل مما قرأناه من كتابك. اللهم تقبل منا ما قرأناه من كتابك، وتقبل منا من ختم كتابك، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الخطأ أو النسيان أو تحريف كلمة أو تأخير أو زيادة أو نقصان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تذهب عنا ما ابتليتنا به من المعاصي وما كان أثرا من المعاصي. اللهم أذهب عنا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تذهب عنا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم أذهب عنا الوباء والبلاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ناصرا لهذا الدين إلا نصرته. اللهم إنا نسألك في هذا المقام الأمن لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين، ومن أراد ببلادنا خيرا فوفقه يا أرحم الراحمين، ومن أراد بها سوءا يا رب اجعل كيده في نحره، يا رب اجعل كيده في نحره، وزلزل الأرض تحت قدميه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تحقن دماء المسلمين في كل بلد يذكر فيه اسمك. اللهم احقن دماء المسلمين في كل بلد يذكر فيه اسمك. يا رب لا تجعلنا كفارا نتقاتل فيما بيننا، واجعلنا إخوة يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا وأن تحفظ شبابنا
وأن تحفظ بناتنا، وأن تحفظ إخواننا، وأن تحفظ أخواتنا، وأن ترحم والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام يا ذا الجلال والإكرام بأنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب العالمين، من وليته زمام أمر المسلمين فوفقه لكل خير، واجعل كتاب الله على ناصيته آمرا به منتهيا عنده يا أرحم الراحمين، واجعل لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالخير وتحضهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء التي تأمرهم بالسوء وتحضهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفق إخواننا في أرض فلسطين، اللهم ثبِّت رميهم وأصلِح ذات بينهم، اللهم اجعل كيدهم الذي فيما بينهم على أعدائهم من اليهود ومن شايعهم، على اليهود الصهاينة ومن شايعهم من العرب والعجم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن دنس بيتك الأقصى، اللهم يا رب العالمين عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وجنودهما يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.